اش واقع ترى الله ما بانش لكم مؤخرا بلي المغرب كثروا فيه الملحدين؟ وانا متاكد بلي بزاف منا ما فاهمينش اش واقع، مال هادو؟ واش كثر عليهم الخبز ولا واش عندهم الحق ولا ما عندهمش الحق؟ ولكن بلاتي قبل ما ندوزوا انواع الملحدين المغاربه وهاد النقطه فيها بزاف ديال الضحك، قبل ما ندوزوا للضحك باش نفهموا العقليه ديالهم كيفاش دايره، خاصه ان اغلبيه الملحدين العرب سواء المغاربه سواء المغاربه مبتدئين في الالحاد، وهذا الشيء بشهاده الملحدين الغرب في الكتب ديالهم كيقولوا بان العالم العربي متاخر في كل شيء حتى في الالحاد متاخر فيه. كيقول لك الا بغيتي تزمط البعلوك سير عند باه، ولا بغيتي تزمط هذاك اللي كيتقابح ضربو بسلاح. وهذا الشيء اللي غنديروا، اجيو نشوفوا وحيشه ديال الالحاد، ستاج الاخر ستاج ديال الوحش، سميتو ريتشارد دوكنز. هاد خونا هذا دار واحد الزبله في كتابه هاربه ديال بصح، وانتقدوه علماء غربيين ماشي حتى المسلمين، انتقدوه الغرب بنفسهم انتقدوه. هو كيحسبوا باللي دار شي حاجه واعره وقال شي مقوله واعره في الكتاب ديالو وهم الاله، قال واحد السطر راه قيدته هنايا باش نبقى عاقل عليه. اذا كانت القطط لم تمثل قطيعا بعد، فان اعدادا معقوله منها تستطيع ان تصدر ضوضاء مزعجه لا يمكن تجاهلها. هو صور هاد الملحدين كاملين بانهم مجرد قطط كتصدر ضوضاء لانهم ماشي كثار، وصور بان الكلام اللي كيتقال والافكار اللي كتقال كامله مجرد ضوضاء، مجرد صداع كيديروه للناس باش يبقاو يخمموا ويفكروا في بزاف ديال الاسئله. هو كان كيحسبوا باللي هاد المقوله اللي قال غيعظم من شان الملحدين ومن شان التفكير الالحادي، ولكن هو في نفس الوقت ما حسش براسو حتى لقى راسو كيهين التفكير الالحادي وكيهين المفكرين الملحدين وكاع الملحدين اللي كاينين في العالم، في حين انه كان بامكانه يدير مقوله اخرى في هذا السياق هذا واللي سهله اي واحد باحث بسيط يقدر يقولها. وفي هذه المقوله بالضبط هو كان كيقصد المنهج اللي غيتبعوه الملاحده من هنا لقدام، شنو غيوليو يديروا الملاحده الكبار منهم، شنو غيوليو يديروا؟ هي انهم فقط غيوليو يتبعوا الضوضاء والصراخ والصراخ والضوضاء ويطرحوا اسئله على كاع الديانات كيف ما كانوا، سواء كانوا غلطين سواء كانوا صحاح. والدليل انكم كتشوفوا بزاف ديال الملاحده كيسبوا في الكومونتيرات، وماشي كلهم طبيعه الحال حنا ما كنعموش، ولكن اغلبيه كيبقاو يسبوا ويعايروا وكيجيبوا شي احاديث موضوعه ما كايناش، بحال شي كيقول لك ملحد كيقول لك الرسول ديالكم قال لكم عليكم بالهريسه، اشنا هي الفائده؟ واش هذا الرسول دابا كيقول هذه الهضره؟ ملي كتمشي تقلب على الحديث كتلقاه ما كاينش اصلا، هو غير واحد الاعرابي كانت عنده الهريسه ما بغاش تشبع عليه في واحد الوقيته، ويقول لهم قال لكم رسول الله عليكم بالهريسه باش تشبع عليه الهريسه. وهذا الشيء ما كيوقع ديما، كيجيبوا احاديث موضوعه وما فيها حتى معنى باش يصدروا ضوضاء فقط. وحيشه الثاني ديالو سميتو كريستوف هيتشنز. هاد كريستوف هيتشنز خرج واحد الكتاب سميتو ذا جاد از نوت جريت، الاله ليس عظيم. والمشكل ملي كتقرا الكتاب في الطيات ديالو كتبان لك العظمه الله. هو كيقول لك بلي انا ما نقدرش نامن بشي حاجه ما كنشوفهاش، والدليل على ان الله ما موجودش اذا انه حنا ما كنشوفوش اذا هو ما موجودش. لنفرض مثلا ان هاد اليد هادي ما عمرو شافها، هاد كريستوف هيتشنز ما عمرو شاف هاد اليد هادي، واش هذا دليل على انها غير موجوده؟ دابا هي ما كتشافش، واش هذا دليل على انها غير موجوده؟ لا، حيت الحاجه اللي ما كنشوفوهاش ماشي بالضروره ما موجوداش. مثلا انت في مراكش ولا في كازا، انا في كازا ما كنشوفش الناس اللي في مراكش، حيد عليا الكاميرات ما يبان ليا والو ما كنشوفهمش، واش هذا دليل على الناس اللي في مراكش ما كاينينش؟ راهم كاينين. اما وحيشه الثالث ديالهم هذا كاع سلام معايا، دانيال دينيت سمى راسو الفيلسوف الذي لا اله له. بهذا المعنى بهذه السميه اللي مسميينه الملاحده كيعني بان الناس كاملين عندهم الهه ديالهم والله ديالهم. هو بغى يعظم من نفسه انه ما عندوش اله، ما عندوش ما كيعملش، وفي نفس الوقت ثبت بان الله عند كاع هاد الناس هادو كاملين بلا ما يشعر بلا ما يحس. وخرج واحد الكتاب اللي هو متناقض من العنوان ديالو اصلا، بريكينغ ذا سبيل جوج نقاط ريليجن از ناتشرال فينومينون. شنو كيقول لك؟ بان الدين هو كظاهره طبيعيه. والمشكل اللي ما بغاش يفهم هو ان الدين ما يمكنش يكون ظاهره طبيعيه. علاش؟ سواء الناس كانوا كيعبدوا الحجر، سواء كانوا كيعبدوا الاصنام، سواء كانوا كيعبدوا شي حاجه ما عارفينهاش، ماشي بالضروره الاسلام، لا كنهضر على الدين كعامه. الدين كمنطق ما يمكنش يكون ظاهره، الدين هو اعتقاد. هو ما بغاش يعترف نهائيا بهذه القضيه مع انه عالم ومع انه فيلسوف كبير، ما بغاش يبين هذا البلان هذا لان عرف تما كاين الحتف ديالو. وباحث بسيط صغير بحالي وناس عاديين بحالي غيقراو ذاك الكتاب غيعرفوا بان السذاجه ديال هذا الملحد الفيلسوف الكبير اللي انا كنحترمه في واحد الناحيه وما كنحترموش في واحد الناحيه، غيعرفوا بلي انه بليد في هذه اللقطه هذه اللي دارت لك. كلشي عندي نعطيه انا عنوان ناضي، سير تلعب قدام دعكم. اما وحيشه الاخر سميتو سام هاريس، وهذا متخصص في علوم المخ والاعصاب، وصراحه عنده ما يتقال باش نكونوا منصفين وما نكذبوش على عباد الله، عنده ما يتقال وكيعجبني بزاف ديال الاطروحات ديالو. ولكن المشكل واخا هكاك دار واحد الزبله، خرج واحد الكتاب عنونو ذا اند اوف فيث جوج نقاط خطاب الى الامه المسيحيه. بالضبط يعني نهايه الايمان خطاب الى الامه المسيحيه. المشكل هو انه ما خاطبش الامه ديال العالم كامله اللي متدينه سواء المسلمين سواء المسيحيين سواء البوذيين، كان غادي تحترم كون دار خطاب الى الامه جمعاء يعني داخله فيها الامه المسلمه، مع انه ما غاديش يعرف يدخل الفكره ديال نهايه الايمان في الدين الاسلامي ولا الاعتقاد الاسلامي، ما غاديش يعرف يدخلها نهائيا لانها ما كايناش، ما كاينش ذاك المفهوم. كاين في المسيحيه كاين في اليهوديه لانها كاين، لان التكوين ديال الله ديالهم في شكل ما فيه ثلاثه فيه اربعه فيه 60 فيه الله لا اله الا هو الحي القيوم، كيفاش غيدخل فيها نهائيا؟ واللي غيهربوا لكم ديال بصح هو ان هاد الملاحده كاملين الكبار سولوا واحد السؤال ديال نشاه العقل ونشاه الدين، كيفاش جه هادشي؟ واش صدفه غير كاد؟ ما قدروش يجاوبوا، قالوا حاجه وحده. الاول قال لهم كان حادثا عارضا نتيجه لضربه حظ. ها واش حنا لاعبين قشقاش ولا؟ واش هادشي كامل جا حظ؟ جا العقل ولي تجي تشوف بحيشه الثانيه اش قال لهم؟ لقد تعمدت تحاشي الخوض في نشاه العقل اذ اننا ما زلنا لا نفهم شيء. هذا هو المثال الحقيقي ديال عقل اللي وليه الميكرو راه عابوها الوليدي، راه شهر بيطرد البوهاله وما فاهمش وما عارف
عرفش ناش ليش كتسنطح. واي يجي واحد يقول لكم واش علاش كتعرف داك راه عالم وراه ما بغاش يقول شي حاجه اللي ما عارفهاش باش عرف بنادم والقوه. طبل طبل عياشه وعاش العالم وفوق كل ذي علم عليم وما اوتيتم من العلم الا قليلا. الله سبحانه وتعالى كيقول لك نيشان هكا مقاده وطرت شعيا غنوصلك لواحد النقطه ديال غتبغي توصل للتفسير ديالها ما غتلقاهاش. وفي هذه اللحظه غتضطر تقول جوج حوايج، يا اما الله من خلق هذه الاشياء وفوق ذي كل علم عليم، ولا غادي تقول كيف ما قال هو لا نفهم عنه شيء وابى وتكبر على ان يقول وفوق كل ذي علم عليم. اودي مين كتشوف هاد الثالث شنو قال كتقول الاول والثاني ماشي مشكل هذا هو زالي. الثالث هذا جاوب بكل سذاجه على معضله نشاه العقل قال لهم ثم حدثت المعجزه. بالضبط ثم حدثت المعجزه. هو اصلا ما كيامنش بالرسل والمعجزات وبالاله وبهادشي وخدم مصطلح المعجزه. بالضبط واش تما كان وير از ذا لوجيك؟ واش انت كتقول لي ما كنامنش بشي حاجه ما كنشوفهاش ما كنامنش بشي حاجه معجزه جات غير هكاك؟ واش هي كتقول لي بلي نشاه العقل اللي ما قدرتيش انت تفسرها ثم حدثت المعجزه؟ يا اختي عاد جات. حنا ما كنهضروش على كيفاش تنشا الكون والبيغ بانغ ولا حكاجه غير هكاك، لا داكشي موضوع اخر. حنا كنهضروا على هذا العقل اللي كنفكروا به، الفكر العقلاني ديال الانسان كيفاش جاوج غير هكاك زعما. علاش الحيوانات ما يكونوش هما عاقلين بحالنا بحالنا مع هذا العلاش؟ علاش حنا بالضبط؟ علاش ما تلقاش الديب هو الاستاذ كيقري والاستاذ داخله كيقول اوه علاش علاش دابا تزنا هادو واللي بغى يمشي يبحث يبحث. دابا ندوزو للملحدين المغاربه او الملحدين العرب عامه. النوع الاول كيجيه الالحاد في المراهقه وهذا كيتسمى الالحاد العابر وكيبغي كلشي يعرفو ملحد. كلشي راه يقدر في السيفي ديالو يكتب ملحد. السلام عليكم. وعليكم السلام. السيفي ديالك عفاك؟ ايه مرحبا تبارك الله فرنسي راه ملحد. اه راني ملحد. ايه متشرفين عرفناك وانا مالي راه ملحد زعما راني ملحد وقول راني ملحد. وغالبا هادو ملي كيكبروا ما كيبقاوش ملحدين. وانا شخصيا تلاقيت مع دراري كنت كنعرفهم ملحدين وكبروا وداز زيامات وشهم كيصليو عادي كلشي. علاش؟ لان في ديك الفتره كيبغيو يبانوا انهم مختلفين عندهم افكار مختلفه. في ديك اللحظه ما كتكونش التوجيه الصحيح باش يبانوا مختلفين كيمشيو للتوجيه الخاطئ باش يكونوا يبانوا مختلفين. باش البنت صاحبته تقول ليه بيبي نتصلي يقول لها لا بيبي انا راني ملحد. ما عرفتنيش بلي انا ملحد. انا راني ملحد ما كيكرهش يبقى غادي بزنقه يقول ملحد ملحد ملحد. النوع الثاني وهذا النوع خطير سميتو الالحاد الانتقامي. وهاد الناس اللي كيكون عندهم هذا الالحاد الانتقامي غالبا كتكون عندهم في صغرهم شي فقيه ضربو ولا ما كيحملش شي واحد قال ليه شي معلومه دينيه بشي طريقه غلطه ونهض فيه ولا شاف شي شيخ غادي كيغصاش بشي بنت صغيره يعني شاف شي حاجه ماشي هي ديك من رجال الدين. باش كيدير كيكبر كيتربى له داك الحيق كيدخلوا ليه شي اسئله ديال وحكا واش كان كيولي ينتقم داكشي اللي داز عليه في الصغر. ما كيكونش ملحد باحث عن الحقيقه لا كيكون ملحد حاقد. وهادو كاينين بزاف في المغرب. وكاين نوع ثالث سميتو الالحاد التمردي. وهذا الالحاد التمردي كيكون مرتبط بهذاك السيد اللي كيكون مضغوط عليه من العائله ولا مضغوط عليه من المخزن ولا ربما شاف الظلم ديال الناس شاف هذا وديما مظلوم كيقولوا واش هادو المسلمين واش هادو هما في الحقيقه راه ماشي مسلمين حقيقيين. وكيقولوا شي سيري واحد النهار كيجي كيتفرقع حتى كيولي ملحد وكيولي حاقد ومتمرد فقط وليس باحث عن الحقيقه. وهذا هو المشكل اللي كيوقع انك ما كتقدرش تقنعه لان المشكل في الاصل ماشي ديني ولا عقلي ولا انه ملحد باحث عن الحقيقه ولا ملحد باغي يقلب على الحقيقه ديال واش الله كاين ولا ما كاينش واش هاد الدين صحيح ولا ما صحيحش. كيبغي ينتصر فقط على دوك الرموز الدينيه وعلى داكشي اللي كان حاقرو وضابطو وداير ليه ازمه رزق. كيبغي غير ينتصر وداكشي كتلقاه كيبقى هي غوات ويخسر الهضره وكيسب قليل فين كتلقى شي ماشي كلهم ولكن قليل فين كتلقى شي ملحد زويون وظريف وما كيخسرش الهضره وما كيسبش وما كيعيش دائما فاش كيلحد صافي كيولي يشرب ويدير كلشي على انه صافي خلق لراسو حريه جديده فين بالضبط فيهاش دوك الرموز الدينيه وفي داكشي اللي ما كانش كيحمل في داكشي الغلط اللي كاين في المجتمع. وهذا النوع نفسه هو اللي كيجي يسول كيقول لك اذا الا كان شي كل حاجه عندها الخالق ديالها اذا شكون اللي خلق الله؟ كيبغي يزيرك. انت منين كنجاوبو قدام عباد الله كتقول ليه بلي راه الله سبحانه وتعالى حط لك واحد السيستيم في راسك ديال انك خصك تبقى تسول شكون خلق شكون خلق شكون خلق. هو اللي خلق السببيه حاجه خلقت حاجه. كيف لخالق السبب ان يكون له سبب خلقه؟ كيفاش مثلا انت قديتي واحد البيسي والبيسي غادي يجي يصنعك انت غيصنع قلب ويخلقك كيفاش غادي؟ مستحيل لانك انت صاحب السبب لانك انت اللي عطيتي للبيسي الفكره ديال انه خلق 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 خلق. من بعد هذا النقاش كيجاوبك بجوج اجوبه ديال يا اما شي حاجه كاينه هنا ما بيناش خصني نمشي نبحث عليها ولا وما نعرف دابا نقلب ونجي نجاوبك. اما واحد النوع اللي كيبقاو فيا وديال بصح وكيبقاو فيا فعلا واكثريه فيهم مغاربه كيبانوا بزاف في الكومونتات كيديروا كيمشيو يتفرجوا في الملاحده في اليوتيوب وهذو كيشوفوا دوك الاسئله اللي كيقولوا وما كيمشيوش يقلبوا على الجواب ما كيشوفوش الناس اللي ردوا عليهم. كيجيو عندك انت ولا عند اي واحد ما عارفش وكيكوبيو ليه نفسه. وانا كنكون تفرج في دوك الفيديوهات كندخل كنلقاهم كوبين نفسه داك الشيء بالحرف مكوبينو كولينو في كومونتير. ما كتلقاهش بدع ما كتلقاهش فكر ما كتلقاه دار والو جا كوبا. علاش كيدير كوبي كولي؟ راه هادشي تجاوب عليه في 2002 في 2003. والله الا كنهضر معكم بصح بدلو غير الاسلوب باش حنا ما نعيقوش ما نعرفوش بلي راه هادشي كوبي كولي من داك الفيديوهات اللي كنا كنشوفو ونقدروا نجاوبوا اجوبه اخرين. ما نجيبش حنا ندير لكم كوبي كولي ديال داكشي الناس اللي جاوبوكم ونبقاو كوبي كولي كوبي كولي. على الاقل الا كان فيك العجز احترم العقل.
ديالك، احترم طريقة التفكير ديالك، ما ديرش كوبي كولي نيشان، حاول تأم وتأم وتأم شوية شوية وهانية. وفي الاخر الخطب خلاصة، وباش نساليو هادشي كامل، لا الملحدين ولا المؤمنين ولا المسيحيين ولا كبار الملاحدة الآن كيقولوا راه لا المؤمنين قادرين على أنهم يثبتوا بوجود الله، ولا الملحدين قادرين على أنهم يثبتوا بأن الله غير موجود، نحن في ورطة، هكا قالها بالحرف. ولكن أنا كنقول بأن النص في الكلام ديالو صحيح، هو ما قدرش يثبت بأن الله غير موجود، ولكن حنا قادرين نثبتوا. علاش؟ بمقولة واحدة، ليس كل شيء لا نستطيع رؤيته فهو غير موجود. هذاك الكتوبة اللي كاينين تما لو غطيناهم بحال هكا، حنا ما كنشوفوهمش، واش هذا دليل على أنهم ما موجودينش؟ هذا جواب في حد ذاته. السلام عليكم. بلاتي 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 بلاتي، عندك شي واحد يحسب لي بانني كنسخر من الملحدين ولا كنقلل من شانهم؟ هاد الطريقه اللي كنت كنهضر بها سميتها السخريه، كتسخر من المواضيع باش تبين الموقف ديالك. ولكن انا الموقف ديالي من الملحدين الدليل على انني ساكن مع الشعب الصيني، واللي هو 75% حتى ربما 70% انهم ملحدين وعايش معاهم وبخير، ومنين كيعرفوني مسلم وهما انا عارفهم ملحدين، ما كاين حتى شي حاجه بخير ضحكين ناشطين. انا ما عنديش مشكل مع الملحدين، ولكن عندي مشكل مع الافكار ديالهم. لذلك فانني درت طريقه انتقاديه سخريه من الافكار فقط. ما تنساوش الموحدين دابا اللي كيتفرجوا فيا، ديروا ديزلايك، وبطبيعة الحال ما نوصلكمش غديروا ديزلايك. الناس اللي عجبهم الفيديو يديروا لايك، يديروا سبسكرايب، ويديروا داك الجرس باش يوصلكم الفيديوهات الجداد، حيت في كل مرة غنحط فيديو جديد خص الا بغيتوه يعجبكم ويوصلكم غادي يوصلكم. ما فهمتش شنو كنقول دابا، ما فهمتش. المهم الدراري اللي غادي يخسروا الهضره، الموحدين اللي غيخسروا الهضره، راه بلوكي بلوكي بلوك داكشي بكل بساطه. ولكن انا قشي معايا داكشي، مرحبا بك مرحبا بك، راك عند العوني، راك عند الدار الكبيره.